حاجة وليه؟ جهزت بقية الحاجة؟ أنا نزلت الحاجة كلها تحت. أيوة يا حاج، كده كله تمام ومفيش حاجة ناقصة، ده آخر شنطة. أوعى تنسى أي حاجة، مفيش هناك ولا سوبر ماركت ولا محل ولا أي حاجة نجيب منها. الشاي والسكر وجبتهم، وأزاز الماء الساعة جبتها، وبقيت الأكل كله بقى والعيش وكله جبت. طب حلو قوي، إيه صحيت الواد ماجد وعبقرينه بقى؟ صحيتهم 3 مرات يا حاج، وكل ما صحيهم يناموا تاني. خش انت بقى صحيهم. ما احنا لو رايحين شرم الشيخ ولا الغردقه بقى كان زمانهم صحيين من الساعه 6. يلا يا وليه انت خش صحيهم بدل ما اخش فرقع بالحزام على وشهم. حاضر يا حاج حاضر. انا هنزل ادور العربيه واستناكم تحت، اوعى تتاخري بقى عشان الجو حار. ماشي يا حاج، هنبقى وراك على طول اهو. ودي يا عبقري. ايه ده يا عبقري؟ انت نمت تاني برضه؟ ماشي يا عبقري كان. انا عارفه انا صحيت ازاي. تعالى لي. عليك لي. لجلت حالك. احسن تستاهل يا عبقري الكلب، عشان بعد كده لما صحيت تصحى من اول مره. حرام عليك يا مام، في ام تعمل كده في ابنها؟ انت ام سلمى. انت بتقول ايه يا عبقري؟ ما بقولش يا مام. في ايه؟ مصحيني بدري لا في الاجازه، مش الاجازه كان خلاص وهنام بلحتي؟ ما هو ابوك عامل لكم خروجه وفسحه بمناسبه الاجازه. ايه ده؟ بجد يا ماما؟ هيودينا فين؟ هيودينا المزرعه بتاعته، نقضي اليوم هناك. نعم؟ المزرعه؟ هي المزرعه دي خلوقه؟ ايوه، هي المزرعه مش عاجباك ولا ايه؟ يا ماما مزرعه ايه بس؟ هي دي خلوقه اصلا؟ ده بدل ما يودينا تلم بالك في الملكيه، ولا حتى يودينا المصيف نستحمى؟ لا يبقى قول لابوك انت بقى الكلام ده، واخلص قوم يلا عشان ابوك مستنينا تحت في العربيه، ولو اتاخرنا عليه هيطلع يتعصب علينا كلنا، وانا مش ناقص اقول لي كلمه بسببك. حاضر يا ماما حاضر. قوم يلا صح اخوك عم راح اشوف الحاجه فيها حاجه ناقصه لسه ولا ايه؟ لا يا ماما، ماما سهل ده يصحى وهيطلب. طب يبقى ما يرضاش يصحى كده، وسيبه وانزل قول لابوك وشوف ابوك بقى هيعمل في ايه. حاضر يا ماما. يا ماجد يا اخوي. يا ماجد يا اخويا. عاوز ايه يا عبقري الكلب؟ امشي من هنا واقفل الباب احسن لك. بابا بيقول لك قوم يلا عشان احنا لحد نقعد اليوم في المصلحه بتاعتنا النهارده وانت هتيجي معانا. مزرعه قال لي نروحها يا عبقري الكلب، انت في الحر ده. يلا امشي من هنا. براحتك يا ماجد يا اخويا، هروح اقول لبابا بقى ان انت مش لازم تيجي معانا، نروح نشوف هو هيعمل فيك ايه. استنى يا عبقري الكلب انا جاي معاه. يلا بينا. يا حاج دي المزرعه كانت وحشانه قوي. بصي بقى احلى شويه هوا تشمهم هنا يا حاج. الله يا حاج، شوف الطبيعه وجمالها. امك وابوك محسسنا ان هم جايين جزر المالديف. انت بتقول ايه يالا؟ لا يا بابا ما بقولش، ده الهوا حتى يرد الروح فعلا. ايوه كده اتظبط احسن لك. طب هروح انا بقى يا حاج اعمل كوبايتين الشاي الحلوين بتوعنا واجهز الصنارتين عشان نصطاد. خلاص ماشي، روح يلا بس ما تتاخريش. الله يا ماما، وانا كمان هصطاد معاكم، هاتوا لي صنارة. لا انا شايل لكم حاجه اكبر من كده انت واخوك، تعالوا ورايا. حكيت ايه يا بابا؟ ما تستعجلوش، هتشوفوا دلوقتي، تعالوا ورايا. ربنا يستر. بس هنا وصلنا. وصلنا فين يا بابا؟ هنعمل ايه بس في الحر ده؟
ده حتى ما فيش حته ظل نقعد فيها. هتزرع الارض دي كلها انت واخوك عبقرين. نعم قلت يا بابا اللي نسلح، احنا ما بنعرفش نسلح. مش انا السنه اللي فاتت لما جينا هنا قعدت اقول لكم ركزوا معايا وانا بزرع الارض عشان السنه الجايه هخليكم تزرعوها لوحدكم؟ قعدت تقولوا لي احنا عرفنا يا بابا وسبتونا ومشيت. يلا بقى ورونا الارض اللي كلها تتزرع النهارده. استنى بس يا بابا، احنا مالنا احنا ومال كل ده؟ احنا واخدين الاجازه عشان نخرج ونتبسط مش عشان نزرع الارض. انت معدت الصغير يلا انت وهو لازم تشتغلوا كل حاجه وتعتمدوا على نفسكم. ده انا نفسي انكم كده كان جدكم الله يرحمه بيخلينا نزرع الارض كلها. يا بابا طب احنا هنعملها ازاي بس في يوم واحد؟ والله انتوا حرين بقى، عاوزين تزرعوها في يوم في يومين في تلات ايام، احنا مش هنمشي من هنا غير الارض دي كلها مزروعه. نعم تلات ايام. شوفوا ضيعتوا ربع ساعه من وقتكم في الكلام اهو، يلا بدوا احسن لكم، واي حاجه هتحتاجوها والمعدات كلها هتلاقوها في المخزن اللي هناك ده. يلا هروح اصطاد انا بقى. مساعدة لكم واخيرا لقيت حتة طل، انا هنام هنا لتحت شوية. يا رب انا بيحصل معايا كده ليه بس؟ انا تعبت وما عدتش قادر، حتى مفيش حته ضل اقعد فيها. وفين عبقرينو اخويا ده؟ هو كمان سايبني شغال لوحدي كده وراح فين؟ يا عبقرينو يا عبقرينو يا عبقرينو يا عبقرينو. يا عبقرينو الكلب. انت يالا يا عبقرينو. ايه ماكت يا اخويا في ايه؟ بقى انت سايبني شغال لوحدي في الارض بزرعها؟ لا عبقرين الكلب انت ونايم هنا في الظل. ما انا ما عدتش قاتل يا ماكت يا اخويا، الشمس لسعت دماغي وكالي طلبت شمس فجيت الاقيها هنا في الظل شويه. ده احنا شكلنا كده هنقعد نزرع في الارض دي شهر يا لا عبقرين، ومش تلات ايام بس. الارض دي محتاجه شغل كتير قوي واحنا مش قد. ايوه يا ماكت يا اخويا، ده الفلاحين المسلحين اللي بيسلحوا القلط دي طلعوا بيتعبوا قوي. احنا نروح نقول لابوك بقى ان احنا مش عارفين ويحصل اللي يحصل. لا يا عم روح انت، انا مسألت الحسام بتاع بابا يوم طالبني بيه. طب هنعمل ايه يعني يا عبقرين؟
ده احنا عاوزين معجزة علشان نزرع الارض دي. يا رب ساعدنا يا رب. يا رب معجزة من عندك. ايلون مان وباتمان، سمعنا ان انتوا محتاجين مساعدة يا عبقرين انت وماجي. ايه هي مشكلتكم؟ انا مش مصدق نفسي، هو ده بجد؟ ايوه بجد. يلا قولوا ايه هي مشكلتكم عشان عندنا مشاكل ناس تانية عاوزة تتحل، احنا مش فاضيين. بابا عاوزنا نزلع القلطة دي كلها واحنا مش عارفين، والسمس حلقتنا وما بقيناش قاتلين. بس كده؟ هي دي مشكلتكم؟ وهي دي مشكلة سهلة؟ اسهل مما تتخيل. جاهزين يا ابطال؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يا عبقرينو يا ماجي اصحى، يلا احنا خلصنا. ايه ده؟ دي الارض كلها اتزرع. انتوا عملتوا كده ازاي؟ انتوا نسيتوا ان احنا ابطال خارقين ولا ايه؟ ودي حاجة سهلة بالنسبة لنا. احنا كده حلينا مشاكلكم، لازم نمشي دلوقتي عشان عندنا مشاكل ناس تانية ولازم نحلها. مع السلامة يا ماجد. مع السلامة يا عبقرينو. انا مش مصدق نفسي يا لا عبقرينو. ولا انا يا ماجد يا اخوي. والارض اتزرعت وهنمشي من هنا. اي حاج، مش شايفك اصطدت ولا سمكة يعني؟ مش عارف انا في ايه؟ السمك كله قاعد تحت رجلك ولا ايه؟ يا حاج قلتلك صيد السمك ده رزق. لا وانت رزقك واسع قوي النهارده. طب قوم قوم يلا، شوف العيال ولادك دول عملوا ايه؟ مش سامع لهم صوت بقالي شوية. ماشي يا اخت. ايه ده؟ الارض ما تعملش فيها اي حاجة. والعيال ما لهمش اثر ليه؟ يلا يا ماجد. يلا يا عبقرينو. يلا يا ماجد يلا يا عبقرين. يا ولاد الكلب، انتوا نمتوا وما عملتوش اي حاجه في الارض. ايه ده؟ انت جت نمت يا انت وهو ما زرعتوش الارض؟ ما القلط كلها اتسلعت. ايه ده؟ فين السلع اللي كان في القلط اللي عملوا سوبرمان وايرون مان وباتمان وسبايدر مان؟ يعني احنا كل ده كنا بنحلم ولا ايه؟ بتحلموا؟ ده انا هطلع عين ابو اللي جابوك. تعالوا لي. ربنا معزك. الحمد لله خلصنا امتحانات. انا مش مصدق نفسي والله. ما تفلحش اهو كده يا عبطلين، تاكست نص السنه واسبوعين بس ونرجع تاني للمتالس والتلوس والمساكله. مش مهم، المهم ان احنا هنقعد اسبوعين من غير ولا مساكله ولا تلوس ولا متلسه. الله بقى ما تفرحش قوي كده، استاذ نصر المعاصر قال لنا ان النتيجه هتبان الاسبوع الجاي.
يا نهار اسود الاسباك كيله، احنا كده مش هنلحق نتهنى بالاكاسه خالص. تخاف كده؟ لا لا عبطلين، ده انا خسس الامتحان طوله منك، اوعى تكون حليت غلط. حل غلط؟ لا لا يا لا صاحبي، ما تقلقش، ده انت طالما غاسس مني هتكيب من الاوائل. يا عم انا مش عايز اكيب من الاوائل، انا عاوز انكح بس. انت ما بتحرمش ايه زي ابويا كل سنه تغش من عبقرين وهو ينجح وانت تسقط؟ عارف يالا يا عبطلون، لو سقطت الملاطه هعمل فيك ايه؟ هتعمل فيها يعني يالا يا صاحبي؟ مش هعمل حاجه يا عبطلين، ولا همتحن زي كل سنه ملاحق. فكرت يعني. المهم بقى هنعمل ايه في اجازه نص السنه دي؟ اول حاجه هعملها هطلع السكيت بتاعي الجديد اللي انا لسه سليه وسابق بيه العيال كلها، والسكيت بتاعي يبقى اسلع سكيت. خياط بلطو مش هتعرف تسباني، ولا انا ولا السكيت بتاعي. يا جماعه اسمه بتناش. بتناش بتناش، هسبقه بلطو واخليه يلمي زي ما خليته يلمي بتاع القتيل. على فكره بقى ملمتوش يا سعبول لك كلب، هو القتيل بتاعي اتقطع فانا كبته واحد كتير. ما هتقطع من ايه؟ ما هو من كتل ما انا سبته. ما تعصبنيش يا سعبول لك كلب، تخلينا امسكك اموتك. خلاص يا عم عبطلينه خلاص. انتوا هتتخانقوا ليه؟ بسيط، احنا هنعمل سباق ما بينكم، واللي هيكسب في السباق هيبقى اسرع واحد، والبتناش بتاعه اسرع بالسباق. وانا موافق. وانا كمان موافق. وانا همسكها هنكون الحد. قشطه، انا هخلفها. انا هروح اودي الشنطه بتاعت البيت واجيب السكيت بتاعي ونتقابل هنا. اتفقنا، هنتقابل هنا بعد الغد. بس يا صعبول لك كان والله لك سبت وضحكهم عليك ووليت. ماشي يا عبطلين، انا هوليت صعبول اللي هيعمل فيك ايه. الامتحان حليته تقول له يا ماما. كل امتحان تقول له حليت يا ماما. عارف يا لا يا عبقرين، لما النتيجه تبان ولو لقيتك ناقص درجات هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تلاقيش يا ماما، تقول له تحت السيطره. ماشي هنشوف. تعال اقعد يلا ماما، احط لك تتغدى. لا لا يا ماما مش كحاك، انا هنزل العب تحت شويه. تلعب؟ تلعب فين يا مفيش نزول تحت. ايه ده يا ماما؟ مش انا خلصت امتحانات خلاص؟ هننزل العب لحظه بقى. لما برجع من بره بقى انزل لها. ليه يا ماما؟ هي انت رايحه فين يعني؟ الولايه ام زعبول لك كلمتني راحت تشتري حاجات من السوق، هروح اشتري حاجات من السوق انا كمان معاها واجب، ومفيش حد هنا في البيت، هتقعد مكاني لحد ما اروح واجب. ام زعبول لك؟ الله يخليك بيت صاحبول لك ام زعبول. انت بتقول ايه يا عبقرين؟ ما بقولش يا ماما، ما بقولش، انا داخل اقطعها. هنا في ميعادنا وبقالنا ساعة قاعدين، وعبقرونه لسه مكاس، أنا عارف من الأول إن هو خايف ومش هيجي. كده يبقى عبقرونه انسحب، وزعبول اللي هو اللي كسب، والباتيناش بتاعه يبقى أسرع باتيناش. استنوا بس، ما تظلموش عبقرينه، إحنا ما نعرفش حصل له إيه، تعالوا نروح له عند البيت. ماشي يلا بينا. يا عبقرينه، 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 يا عبقرينه. إيه عاوزين إيه من عبقرين؟ أنت ما جيتش في ميعادك ليه يا عبقرينو؟ أنت كده انسحبت وزعبول هو اللي كسب، والباتيناج بتاعه بقى هو أسرع باتيناج. لا أنا ما انسحبتش أصلا. أمال ما جيتش ليه؟ أم زعبولة الكلب الله يخلف بيتها، كلمت أمي قالت لها اطلع معايا السوق تشتري حاجات، وأمي قالت لي لو نزلت من البيت لحد ماك يا عبقرينة هموتك. مش حكة برضه، طب ما أنا أمي قالت لي ما تنسلش ونسلت من وراها، قول إنك خايف يا عبقرينو إنك تسبق. ما تقولش خايف بس عشان ما انسلش أموتك. وبعدين انت مش بتخاف من امك؟ انا بخاف من امي بقى. وهي هتعرف منين انك نسيت؟ احنا هنعمل السباق وهنخلصه وهنلكع البيت قبل ما هم يلكعوا. يعني انتوا متاكدين ان امي مش هتعرف ان انا نزلت وهنخلص بسرعه؟ خلاص ماشي، انا هجيب السكت بتاعي من كوع ونسيل لكم اهو. واللي هيجي هنا الاول هيكون هو اللي كسب. جاهزين؟ جاهزين. واحد.
احنا على حظنا يا وليها ام زحبول، السوق يخلص بدري وما نشتريش حاجه، متاكد كده على الفاضي. والله ما انا عارفه يا اختي ايه الحظ ده يا ام عبكرين. ايه ده، مش الولع عبكرين اللي هناك ده؟ اه يا صاحب اقول لك كلب ما عدتش ساعتها عبكرين ابني. ايه ده، مش الواد زحبول ابنك اللي معاه هناك ده؟ اه يا عبكرين الكلب، اه ما عدتش قاتل ده نهار ام اسمه. لا استنى، انت راحه فين؟ انا زهقت ضرب في الواد عبكرين ابني ده، فالنهارده بقى سيبيني زحبول لابنك وخد انت عبكرين ابني. يلا بينا. الحمد لله اللي احنا خلصنا مدلسه، ده اليوم النهارده كان لخم قوي. ده انا مستني كلاس الملوحة من بدل قوي. ما تفرحش قوي كده، لسه اليوم ما خلصش. اليوم قال لي ما خلصش. اه انت ما سمعتيش كلاس الملوحة ولا ايه؟ انتوا ناسين ان احنا عندنا درس عند استاذ نصر المعاصر النهارده. يا نهار اسود، درس استاذ نصر المعاصر ده انا كنت ناسي خالص. يا نهار اسود، انا ما عملتش الوقت ولا انا كمان عملت الوقت. ومش بس كده، استاذ نصر المعاصر قال الحصه اللي فاتت في امتحان النهارده. يا نهار اسود، وامتحان كمان؟ يعني عسل عصينا على سم عملناش الواجب وعسلنا عصايا على سم مش هنعرف نحل في الامتحان، يعني كده 30 عصاية. هنعمل ايه يا لعبطلين؟ متخافش يالا يا سحبول، انا كاتلي فكرة. فكرة ايه ده يا لعبطلين؟ احنا هنسوخ بالتلسة ومش هنلوح، وكده ولا هناخد عسل عصيان ولا عسلنا عصاية. الله عليك يا لعبطلين وعلى دماغ. طب ما استاذ نصر المعاصر هيكلم اباكوا ويقول لهم ان انتوا ما رحتوش الدرس المزوغين. صح يا لعبطلين، وبطل ال 30 عصاية هنتحبس في البيت وناخد علقة موت ومع الناس ناخد المصلوح. تصدق عندكوا حق، بس انا جات لي فكره تاني. احنا نلوح دلوقتي، نجيب موبايل ابهاتنا ونقعد نلعب عليه لحد ما يفصل سحن، وناخد السحن نعينه، وكده بقى الاستاذ مش هيعرف يكلمهم. الله عليك يالا يا عبطلين يا كامل. عيب عليك يالا يا سحبول، طول ما انت مع عبطلينه انت في امان. بس احنا هنلوح فين يالا يا عبطلينه في وقت التلس ده؟ هنقعد في السالع. ايه نلوح فين يا عبطلينه؟ نلوح فين؟ يالا يكون لوح البلاي ستيشن. انت يالا يا عبطلينه انا معاك. لا انا مش هسوق من الدرس، روحوا انتوا بقى وانا كمان رايح الدرس. احسن وفضل، هروح انا وعبطلينه بس. استا يالا يا سحبول. هلا عبطلينه، هنروح نلعب فين؟ هنروح البلايستيشن بتاع كريم سكل يالا يا سحبول. ايش والله قطعت يالا يا عبطلينه. تقطعني انا هوليك يا سحبول لك كلب. نتقابل هنا على ميعاد التالس. بس كده صورت كل حاجه، بقى عاوز تسوق من الدرس يا عبقرون الكلب وتاخد فلوس الدرس تصرفها في البلايستيشن؟ والله انا رايح اقل بابا. انت عامل مصيبه يالا ولا ايه؟ مصيبه ايه بس يا ماما؟ ما عملتش مصيبه ولا حاجه، انا لسه راجع من المدرسه. طب تعالى يلا اقعد عشان احط لك تاب. لا يا ماما اسكعان، اصل انا عندي مشاكل واجب كتير لازم اعملهم. ما شاء الله، انت راجع من المدرسه عايز تعمل واجبك اول؟ ده انت كنت بتطلع عين امي عشان تعمل الواجب. من النهارده يا ماما هتشوف عبقرينه كتير. بس هو بابا فين؟ ابوك نايم جوه. بتسال على ليه؟ لا لا يا ماما فيست، انا بطمن عليه بس. هدخل انا بقى عشان الحق اساكي. كده الخطة بتاعت عبقرينه ماشية تمام، جبت التليفون والسحن، فاضل اقعد العب على التليفون لحد ما يفصل سحني بقى. وادي يا عبقرينه، انت يا انا؟ ماما؟ ده اللي معدي يا عبقرينه، ده تليفون ابوك؟ استنى بس يا ماما اسمعيني، وريني التليفون ده انا. اهو يا ماما. يا نهار ابوك اسود، انت خليت التليفون فصل يالا؟ ده ابوك سايبه على الشحن قبل ما ينام. لما يقوم القفص هيتاجن عيشتني. والله ما كانش قصدي يا ماما، انا كنت بلعب عليه شويه بس. اخلص خالص يالا، قوم يلا عشان تروح الدرس بتاع استاذ نصر المعاصر. ما
بحسبك معايا لما تجيلي بقى. ايه طب عاوز فلوس التالس، النهارده اول يوم في الصاله واستاذ ناصر قال تجيبوا فلوس التالس. ماشي خد فلوس الدرس اهي وقوم خور من وش. يلا الله يقطعك يا سعبولك كال. يا عم هو فين مكان البلتيسن بتاعت لمسه ثالثه يا عم؟ يا عم ما هو في اخر السلع هناك اهو. امشي يلا يا عم بلاش نروح له، الاتلعه بتاعته كلها بايظه. هتقعد بقى تتحكك في التلاع، هقطعك في الترال لمسه. سمع عليكم استاذ كلمة يا سكا. انا اسود اللي جابهم ده يوم باين من اوله. هنلعب انا والواد صاحب الله صاحبي ساعه تاني بالستيسن وساعه باليد، واعمل لنا الدنيا هدومي من الكبير. لا ما انتش هلاعب حد من شغل غير عبقرين، لما يبقى معاك فلوس يبقى تعالى. اللي سكك ده يا عم كلمة يا سكا، انا كده العب بفلوس وقللوا الفلوس يا صاحب الله. ايه ده؟ الفلوس دي كلها لعبتلين، انت سرقت ابوك ولا ايه؟ اصل الولع عبتلين وسوخ من اخلص يا سحبولك كلب، انت هتفضحنا. تعمي ليه كان من السحتية النهاردة وهو اللي اتني المتين كنتي وقال له روح العب يا عبقرين ولوق على نفسك. ها هتلعبنا ولا امسي؟ لا 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 اتفضل يا عبتلين. عبتلين حاف كده؟ اسمع عبتلين وباه، انت مش سايب المتين كنتي ولا ايه؟ اتفضل يا عبتلين وباه. هتلعب بمين يلا يا سعبول؟ هلعب بفريق الاحلام باريس سان جيرمان، وانا هلعب بفخر العرب محمد صلاح وليفربول. تمانية صفر تاني، لو بلعب نفسي مش هكسبها. تمانية صفر. ها هتلعب تاني يا سحبول لك كلب وربنا تلعب يا عم تلمسة تلعب لك. لا اقعد هات الحكة في التلاع يا سحبول لك كلب. يا ابن العم مش في التلاع، العب اللي ماسك التلاع. قوم يلا نلعب باليلط. ماشي قوم نلعب باليلط والله لقطع. ازاي يعني التليفون فاصل؟ انا قبل ما انام سايبه على الشحن، الشحن اختفى والتليفون عمال فاصل. تعالى لي يا حيوان انت، الشحن بتاعي فين يالا؟ انت خدته؟ ده انت يوم امك اسمه. والله يا بابا ما خدت حاجه، انا عارف مين اللي اخده. مين يالا؟ عبقرينه يا بابا هو اللي اخده. انت بتشتغلني يالا؟ وهو عبقرينه هياخده ليه اصلا؟ هو معاه تليفون؟ بعدين عبقرينه في الدرس دلوقتي. عبقرينه يا بابا اخده خباه علشان هو اخد فلوس الدرس وزوج وراح يلعب بقى بلاي ستيشن، عشان استاذ نصر المعاصر ما يعرفش يكلمك ويلاقي تليفونك فاصل، وانا صورت كل حاجه وهو بيقولها. اه يا ابن الكلب ده يوم كل مصر المرض. طول انا يالا يا سحبول. انت يالا يا سحبول كلام سكل بانت حلاق. عبقرين الطول بتاع دبتين اصل دلال ده ما نسيش ولا طوله. ايوه هو ده البلاي ستيشن. والله يا ابن الكلب مش سايبه. هو فين ابن الكلب ده؟ يا نهار اسود. انت يا سحبول مالك بقى؟ ما تسعالش ما تسعالش، انا عارف ان الصدمه بتاعت الخساره مأثره عليك. فيها يا سحبول. يا نهار اسود. بابا بقى بتزوغ من الدرس وتيجي تصرف فلوس الدرس في السايبر؟ تعال لي يا ابن الكلب.